أهلا بكم في الحلقة 11 من برنامج الشباب يسائل، والذي يأتيكم بالتعاون ما بين شبكة وطن الإعلامية والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نرحب في هذه الحلقة برئيس بلدية الكرم الدكتور رياض عوض، والذي انتخب خلال المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، حيث مضى على تسلمه رئاسة المجلس البلدي نحو 5 شهور تقريبا. تقع مدينة طول كرم شمال غرب الضفة الغربية في منتصف السهل الساحلي طولا، ويبلغ عدد سكانها نحو 70,000 نسمة. العديد من التحديات يواجهها المواطنون في مدينة طول كرم، منها مشكلة الكهرباء والبنى التحتية وفوضى السوق والتمدد العمراني، ناهيك عن الأزمة المرورية الخانقة. وأمام الوضع الصعب الذي تمر فيه مدينة طول كرم، فإن على المجلس البلدي تحديات لا تعد ولا تحصى، ومن حقنا كسلطة الرابعة أن نسأل المجلس البلدي عن ما حققه من إنجازات وما يعترض عمله من مشكلات، وماذا حقق من الوعود التي أطلقها خلال فترة الدعاية الانتخابية، وماذا تخطط البلدية لمدينة مثل طول كرم على المدى البعيد. نبدأ هذه الحلقة بقضايا النزاهة والشفافية والحكم الرشيد، ولكن بعد مشاهدة مقطع فيديو لرئيس البلدية خلال المناظرة الانتخابية بين القوائم المتنافسة على رئاسة المجلس البلدي بتاريخ 17 من مارس لهذا العام. نلخص برنامجنا الانتخابي بالنقاط التالية: إعادة ثقة المواطن الكرمي بمؤسسة البلدية، تشكيل مجلس استشاري يضم نخبة من الخبراء والمثقفين وأصحاب الاختصاص لدعم المجلس البلدي، التوجه نحو البلدية الذكية بتطوير الخدمات الإلكترونية، حوكمة مؤسسة البلدية بتعزيز مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية والنجاعة وبالإفصاح الدوري عن البيانات المالية للبلدية، الاستثمار الأمثل في موارد البلدية البشرية والمالية والأصول الثابتة، زيادة نسبة الموازنة التطويرية مقارنة مع الموازنة التشغيلية، إيلاء أهمية قصوى لتطوير وتحديث وتوسعة شبكات البنى التحتية المختلفة، الحفاظ على نظافة المدينة وبيئتها وتخضيرها لتكون الأجمل بين مدن فلسطين كما كانت، وضع خطة استراتيجية شاملة لحل قضية أو مشكلة الكهرباء على المدى البعيد، وخطة طارئة لإدارة الأزمة الحالية وصولاً لحل جذري للمشكلة، تنظيم حركة المرور وإيجاد حل لمشكلة مواقف السيارات. بداية نرحب بك دكتور رياض في هذه الحلقة. دكتور رياض، تحدثت في المناظرة الانتخابية أنكم سوف تقومون بتشكيل مجلس استشاري يضم نخبة من الخبراء والمثقفين، حدثنا ماذا فعلتم خلال 5 شهور الماضية؟ بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لشبكة وطن الإعلامية على هذا اللقاء، ولحسن الحظ أن اليوم كان في ورشة عمل لصندوق تطوير أقراض البلديات حول المساءلة والنزاهة والشفافية في هيئات الحكم المحلي. فاليوم صباحا أنا كنت أشارك في ورشة العمل، واليوم أنا أمامكم يعني لهذه المساءلة. أنا أشكركم طبعا شكرا جزيلا. في موضوع المجلس الاستشاري، الحقيقة هذا كان ولا زال وضمن رؤيتنا لتشكيل المجلس، ولكن دعوني أكون صريح، يعني النزاهة تعني والشفافية الصراحة. بدأت أنا شخصيا بتصور لتشكيلة المجلس باختيار أعضاء لهذا المجلس، ووصلت إلى حوالي 40 اسم، وجدت بأن هناك كمان على الأقل 60 اسم يجب أن يكونوا في المجلس الاستشاري. لأن طول كرم، أنا أفتخر وأعتز بأن مدينة طول كرم هي زاخرة بالكفاءات وبالشخصيات الاعتبارية وبأصحاب الرأي الذين يمكن أن يرفدوا البلدية بآرائهم. فالحقيقة يعني خطونا خطوة أخرى بديلة مؤقتا عن تشكيل هذا المجلس بتشكيل لجان تخصصية. يعني في موضوع الكهرباء أنا ذكرت ضمن المناظرة، وهذا موضوع حساس جدا بالنسبة لمدينة طول كرم،
طول كرم تعاني من أزمة خالقة كانت. سوف نعود إلى موضوع الكهرباء ولكن نعم نبقى نعم من سياق نعم أنا أضرب مثال، ما لن أتكلم عن الكهرباء الآن، بس أضرب مثال إنه شكلنا لجنة استشارية في موضوع الكهرباء، وأيضا الآن يدور الحديث هناك إن شاء الله تعالى سيكون تشكيل للجنة استشارية في موضوع المياه. يعني بدل أن يكون مجلس استشاري كامل سيكون هناك لجان استشارية تخصصية. يعني بدأتم بتشكيل مجلس نعم استشاري، يعني كل لجنة مجلس يختص في موضوع معين. أكيد كل لجنة استشارية ستتخصص في موضوع معين. فعندنا الآن لجنة استشارية الحقيقة عقدت عدة اجتماعات في موضوع الكهرباء، لجنة المياه الآن في طور التشكيل، لم تعقد أي اجتماع وهكذا. يعني كيف يتم اختيار أعضاء هذه اللجان وكم عدد أعضاء كل هذه اللجان؟ تقريبا سبعة من أصحاب التخصصات، يعني سواء أكاديميين ومهنيين. طب حقيقة ما هي الصلاحيات يعني الموكلة لهؤلاء الأشخاص يعني في هذه المجلس الاستشاري؟ هو تقديم رؤيتهم لحل الإشكاليات. يعني في موضوع الكهرباء الحقيقة كان في أكثر من لقاء لهذه اللجنة طرحت رؤية في موضوع الحل الاستراتيجي لموضوع قضية تحديث أو دراسة واقع الشبكة، شبكة الكهرباء، موضوع الطاقة الشمسية. فكان هذه اللجنة يعني قدمت تصورات للمجلس البلدي، وطبعا كما ذكرت سيكون هناك لجان أخرى تخصصية في مختلف المجالات. نعم دكتور، بالنسبة لموضوع اللي هو الإفصاح عن والدوري بشكل دائم عن البيانات المالية للبلدية، ماذا وصلتم أو ماذا حققتم على هذا الصعيد؟ موضوع الإفصاح عن البيانات المالية الحقيقة يعني أعلننا في أكثر من مجال عن المديونية، مديونية البلدية على المواطنين والمديونية المستحقة على البلدية. الحقيقة أعلننا أكثر من مرة بهذه الأرقام. كان هناك تأخير في موضوع الموازنة، يعني بالتالي يعني إحنا استلمنا الموازنة الحقيقة مؤخرا. هي الموازنة يعني فقط تنحصر في هذين المحورين؟ لا. طب لماذا تم نشر فقط في هذين المحورين؟ المديونية لا نشرنا، لا أيضا أنا هي عندي هذا التقرير الحقيقة، حتى يعني وزعناه على وسائل الإعلام ممكن بالسؤال تلفزيون الفجر. لأول مرة إحنا بنعمل مثل هذا الكشف، يعني كشف مثلا في هذا الكشف عشان الجمهور يفهم. نعم هذا الكشف يعطي بالضبط الحقيقة شهريا كم عندنا ندفع، كم فواتير الكهرباء الموجودة، كم مثلا، لأنه للتوضيح أكبر مديونية كانت على بلدية طول كرم كانت تتأتى من أن الحكومة تقوم بدفع تسديد فواتير الكهرباء عن البلدية، تسديد فواتير الكهرباء عن البلدية. في المقابل البلدية لها مستحقات على الوزارة المالية لا تتقاضى هذه المستحقات مقابل أن الحكومة تدفع هذه الفواتير، فواتير الكهرباء. إحنا الحقيقة كمجلس بلدي أخذنا على عاتقنا أنه مستعدين أن نعمل تقاص شهري. هذا في لقاء مع وزير الحكم المحلي، في لقاء مع وزير المالية، أنا يعني عبرت لهم عن استعدادنا لعمل تقاص شهري، بحيث عندنا، دعوني أوضح لأنه هذا الجدول جيد أن يعرض على الناس وعرضنا، يعني تلفزيون الفجر أخذ النسخة هاي. هذا شهريا إحنا بنقوم بإعداده. عندنا أربع فواتير للكهرباء، إحنا ندفع 3 فواتير وتبقى الفاتورة الرابعة لا تدفع من موازنة البلدية، لأنه بداية لا يوجد إمكانية حقيقة بالوضع المالي الحالي، لا يوجد إمكانية لدفع الفاتورة الرابعة، وقيمة هذه الفاتورة هي تعادل مستحقات البلدية على وزارة المالية من ضريبة الأملاك، من رسوم النقل على الطرق، من رسوم الرخص والمهن. هذا الجدول يعني أفصحنا عنه، موجود كل شهر ابتداء من شهر 1، رغم أنه إحنا استلمنا جدول الديون المرتبطة بالكهرباء. صحيح، جدول الديون المرتبطة اللي هي أساس، ولكن أساس الموازنة للبلدية يعني أوسع وأشمل من مجرد أن تكون صحيح فقط مرتبطة بديون الكهرباء. وكان لكم في لقاء في 4 من الشهر الجاري، وكان هناك تعليق من أحد المواطنين في هذا اللقاء أنه لا يتم نشر أو مشاركة الموازنة للبلدية مع الجمهور في البلدة. يعني الموازنة كما قلت، يعني هاي الموازنة موجودة أمامي حقيقة. إحنا اعتمدت يعني بتاريخ متأخر، يعني أصلا أي تاريخ اعتمادها؟ 16/8. نعم إحنا اليوم يعني منذ حوالي شهر، حوالي شهر يعني ينشر الموازنة. نعم الموازنة يعني يمكن نشرها الحقيقة، لكن الموازنة ما الذي يعيق نشرها؟ يعني لا يوجد ما يعيق، يعني إن شاء الله تعالى إحنا سننشر الموازنة، ما عندنا أي إشكالية الحقيقة. رغم أنه يعني أنا أود التوضيح أنه
هذه الموازنة لم نقم نحن بإعدادها، مش المجلس الحالي اللي قام بإعداد هذه الموازنة، كانت معدة من المجلس السابق. إحنا كانت عملية متابعة فقط مع وزارة الحكم المحلي لاعتمادها، كان عليها ملاحظات ورجعت وتم تعديلها. يعني هذا وهكذا. يعني أن المواطن على اطلاع على ما يحصل داخل موازنات البلدية؟ المواطن على اطلاع؟ يعني الحقيقة لا، لم ننشر الموازنة، لم ننشر الموازنة، لكن لا يوجد ما يعيق نشر الموازنة هاي. كما قلت يعني تأخر اعتماد الموازنة، لا يمكن أن ننشرها قبل اعتمادها وزارة الحكم المحلي. هي فعلياً 16/8 تم المصادقة عليها، ولكن استلمنا النسخة هاي الرسمية مصدقة بعد أسبوع، يعني نتكلم على أقل من شهر اعتماد الموازنة. طيب. لكن ليس عندنا أي مشكلة، كما قلت إحنا كنا نركز وهذا الكشف مهم جدا الاطلاع عليه، كنا نركز بأنه أن نصل إلى مرحلة يعني أن تكون في توازن بين مستحقات وزارة المالية على البلدية ومستحقات البلدية على وزارة المالية، يكون العلاقة تمام. وهذا الأرقام إن شاء الله تعالى ممكن أطلعكم عليها بعد انتهاء الحوار. أستاذ، ماذا بشأن قرارات المجلس البلدي؟ هل يتم اطلاع المواطنين على القرارات المتخذة في المجلس البلدي ونشرها عبر موقعكم مثلا؟ لغاية الآن لا، حقيقة لم يتم نشر القرارات. يعني احنا ما عندناش مشكلة، يعني احيانا اذا لماذا لم يتم نشرها؟ يعني ناقشنا، حقول لك يعني حقيقة حصل نقاش حتى في المجلس انه قد نصل الى مرحلة ان يكون الجلسة ان تبث على الهواء مباشرة، ما عندنا مشكلة اطلاقا. حقيقة احنا في المجلس هذا، انا اود التأكيد، كتلتين، احنا قائمتين، ولكن المجلس من 15 عضو يعمل بانسجام تام حقيقة وبتوافق. خلال الخمس شهور لم يتم التصويت على أي قرار، يعني جميع القرارات التي اتخذت هي بالتوافق، لدرجة أنه يعني نتيجة الانسجام هذا والتوافق يعني حتى بعض الزملاء جيد تفرجوا الناس هذا التوافق. يعني نشوف أن البلدية لا تعتمد على التواصل بقنوات التواصل مع الناس مثلا عن طريق نشر بياناتها سواء كانت المالية أو حتى قراراتها زي ما ذكر الزميل. إحنا ما عندنا مشكلة كما قلت، يعني البيانات المالية هذا جزء من البيانات المالية، هذا جزء نشرناه جزء، وهذا هو الجزء الأهم حقيقة. يعني أعتقد في موضوع الموازنة، يعني كما قلت، يعني كونه أنه إحنا كمجلس لم يكن لنا دور في هذه الموازنة، يعني إحنا نعد الجمهور على الهواء، أنا بحكي مباشرة، إحنا إن شاء الله تعالى طبعا طلب منا البدء بإعداد الموازنة للعام القادم 2023. سنعمل في إعداد الموازنة القادمة على تعزيز ما ذكرته في المناظرة، أنه تخفيض الفاتورة التشغيلية، تخفيض نسبتها على وزيادة النسبة التطويرية في الموازنة. هذا إن شاء الله تعالى سنعمل عليه، ووقتها إحنا مسؤولين أن نعلن للناس عن الموازنة التي نقوم بإعدادها. أرجو أن تكون المسألة واضحة. يعني قمتم بعقد لقاء شبابي في الرابع من هذا الشهر، هل قمتم بنشر أي نتائج هذه اللقاءات؟ نعم نشرت هذه اللقاءات على وسائل الإعلام مختلفة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. حدثنا عن بعض نتائجها. الحقيقة يعني نتائجها أنه كثرة السؤال إلي شخصيا بعمل مثل هذه اللقاءات مع الشباب، يعني وأنا سعيد جدا الحقيقة أنه في تواصل كثير من مجموعات شبابية كثيرة بأنه يرغبوا في عقد مثل هذه اللقاءات. يوم الخميس إن شاء الله تعالى الساعة 11 عندنا لقاء مع مجموعة من الشباب في قاعة البلدية. سبق أنه أنا دعوت إلى لقاء كمان شبابي اللي أنتوا ذكرتوا عنه. سبق أيضا أنه في مجموعة شبابية التقوا معي في قاعة الاجتماعات في البلدية، كان المجموعة بحدود 20 شاب وشابي هم يعملون. كم عدد على اللقاءات كان؟ لقاءات الشبابية على الأقل 3 لقاءات سابقة خلال 5 شهور، 3 لقاءات شبابية. نعم. هل هي كافية؟ والله للأمانة إذا بدك على الوضع القائم والمشاكل اللي إحنا يعني واجهتنا، خاصة في مشكلة الكهرباء، مهم جدا. يعني عندنا كان أولويات، يعني إحنا كمجلس بلدي رتبنا الأولويات، وضعنا 3 أولويات مهمة جدا. موضوع الكهرباء لأنه دخلنا مع بداية الصيف، فكان عندنا استراتيجية إنه ما يكون في أزمة كهرباء خلال فترة الصيف.
موضوع الوضع المالي. الوضع المالي يعني أخذنا أيضا على أنفسنا عاتق، لا نريد أن نرهق موازنة المالية بدفع فواتير كهرباء عن بلدية طول كرم، نحن نريد أن ندفع الفواتير مباشرة للشركة القطرية. هذا دفعنا إلى أنه نهتم كثيرا في موضوع تعزيز الإيرادات وتخفيض النفقات. هذا الموضوع أخذ منا جهد كبير. موضوع النظافة، حقيقة النظافة وتجميل المدينة وأزمة المرور، هذه المواضيع إذا بتقول أنت خلال خمس شهور التركيز على هذه القضايا المهمة، حقيقة مع عقد ثلاث لقاءات، عدا عن اللقاءات التلفزيونية يمكن لا أستطيع أن أحصي، لا أستطيع يمكن على الأقل 20 إلى 25 لقاء إذا بتجمعهم مع محطات التلفزة المحلية. ولكن لو تم إشراك الشباب في القضايا التي تحدثت عنها كأولويات وتفعيل دوره أكثر فيها، كان ممكن يكون هو يجد الحلول لهذه القضايا والمشكلة. أنا أعتقد، أنا أتمنى أنك تسأل أي بلدية أخرى إذا كان في يعني حصل أكثر من ثلاث لقاءات في خمس شهور، في أكثر من ثلاث لقاءات لبعض البلديات اللي قبلناها. يعني كان الموضوع دائما مثري لهذه البلديات ولا الشباب. وإحنا نرحب حقيقة بأراء الشباب، لأنه إحنا بهم بهمامهم بطاقاتهم إن شاء الله تعالى سننطلق بإذن الله. الآن وبعد مناقشة قضايا النزاهة والشفافية ننتقل إلى مشكلة المياه في المدينة. دكتور رياض، تحدثت بأن طول كرم على بحر من المياه، بالتأكيد يعني حيث أن هناك 6 آبار تملكها البلدية. صحيح. حدثنا عن مشكلة المياه، لأنه لا زال هناك في انقطاعات بفترات الصيف وغيرها. حدثنا عن هذه المشكلة. قليلة جدا، حقيقة قليلة جدا، كما ذكرت أنا في أكثر من مناسبة أنه فعلا طول كرم كمدينة هي أكثر بلدية عندها قدرات مائية. يعني عندنا 6 آبار مملوكة للبلدية، أحيانا يتم شراء من بيرين آخرين. هذا بحكي على الهواء، ممنوع، يجب أن ولا بيت في طول كرم يتم قطع المياه لقلة توفر المياه. أنا يعني أود التوضيح. على علم أنه في هناك بيوت يعني تستمر انقطاع المياه فيها لأيام. لا، مش بسبب، يعني معلش خليني أقول، أنا يعني في منطقتين أشعروني بهذا الشيء مع بدايات استلامنا، يمكن بعد شهر ونص من تسلمنا للمجلس البلدي. أنا تابعت المشكلة، كان في هناك لنقول يعني احتجنا إلى إعادة نظام الضخ. يعني نظام الضخ يعني بس إدارة، المسألة إدارة، وبالفعل هاي المنطقتين موجودين، بالإمكان سؤالهم. ما عاد في مشكلة للتوضيح، أنا بحكي عن بعض المناطق اللي كان فيها مشكلة تنقطع المياه لمدة 3 أيام. يعني أنتم اليوم تغلبتوا على المشكلة المياه؟ نعم، بالتأكيد. أنا عندي على الآن على الجوال تطبيق بتابع باستمرار وضع الخزانات ووضع الشبكة. من ناحية توفر المياه ما في مشكلة. أحيانا يحصل انقطاع بسبب خلل ما، يعني بصير في تسكير في خط، في خلل ما، خط انضرب. ألا يعود سبب وجود هذا الخلل إن في نفس المنطقة نفسها بيكون في عندك بيوت في نفس المنطقة نظام أو الشبكات اللي فيها حديثة وأخرى نظام الشبكات التي فيها قديمة أو بحاجة لصيانة دورية؟ قد يكون حقيقة، نعم قد يكون. إحنا عندنا مشروع، أول أمس كان عندنا فريق من سلطة المياه، عندنا مشروع الآن لتقييم الشبكة. الشبكة في طبعا في بعض الشبكات المياه في طول كرم عمرها أكثر من 50 سنة، بيكونوا في نفس المنطقة يعني مثلا ممكن في بعض الآن المناطق فيها تمديدات من البي في سي، مش الآن في قرار عندنا أنه كل مواسير معدنية يجب أن تكون، نعم يجب أن يكون هناك معالجة في موضوع الشبكات. إنما من ناحية توفر المياه والضخ مستمر، لا يوجد مشكلة في كمية المياه. الموضوع بحاجة إلى إدارة، بحاجة إلى تطوير الشبكات. نعم. عندنا منطقة يجب التوضيح، عندنا منطقة الحقيقة هي خارج حدود بلدية طول كرم. ما هذه المنطقة؟ هذه المنطقة هي شرق ذنابي، ما يعرف بضاحية الرشيد. هذه المنطقة الحقيقة هناك اهتمام كبير جدا من السلطة، عطوفة المحافظ، وزير الحكم المحلي، كل الأطراف. إحنا كبلدية كل الأطراف معنيين أن نخدم، أن نقدم الخدمات لهذه المنطقة. نعم. هذه المنطقة يعني حديثة البناء فيها، لأنها كانت منطقة زراعية وهي خارج حديد الحكم المحلي. هي تتبع للحكم المحلي، لكن البلدية الآن تقدم لها خدمات المياه والكهرباء. هي قريبة من إحدى المستوطنات، وهناك اهتمام كبير الآن في هذه المنطقة لتقديم الخدمات لها لتثبيت السكان فيها.
حتى ما يكون هناك حقيقة يعني في عرضة تثبيت السكان. خلينا نختم مع موضوع المية، ولكن تحدثت عن مشروع يتم العمل عليه لإصلاح بعض هذه التمديدات. صحيح. ما ماهية هذا المشروع ومتى سيكون على أرض الواقع وكم ميزانيته؟ الآن شغال المشروع، شغال على أرض الواقع. هذا يعني في عندنا شغال بناحيتين، موضوع مضخات في تطوير لبعض الآبار بتزويدها بمضخات غاطسة جديدة حتى نزيد قدرتها الإنتاجية. موضوع الشبكات الآن الحقيقة بحاجة إلى تقييم، يعني ما لا أستطيع أن أعطي رقم قديش القيمة هذا، ولكن إحنا بشكل دوري مستمر نعمل على تحديث الشبكة بشكل دوري. هذا المشروع الآن مع سلطة المياه، لغاية الآن لم يتم تقديم مخططات لسلطة المياه، وبالتالي ما في عندنا كلفة تقديرية. نعم حقيقة. نعم لا أستطيع أن أقول رقم. ننتقل الآن إلى مشكلة الكهرباء في المدينة، والتي تعد أحد أبرز الأزمات الرئيسية فيها، ولكن بعد مشاهدة الحلول التي تطرقت لها خلال المناظرة الانتخابية لهذه المشكلة. أولا في مشكلة آنية الآن في طول كرم، في نقص القدرة الكهربائية، هذا بده علاج، لا يحتاج إلى فترة طويلة، ولكن في ازدياد على الطلب للطاقة الكهربائية. احنا بنتطلع بدنا حل لبعد 10 سنوات، لبعد 10-20 سنة، يعني مش بس بدنا حل آني، يعني ننهي المشكلة آنيا بتوفير القدرة المطلوبة حاليا. احنا بدنا ننظر إلى تطوير المدينة، تطوير الضواحي، تطوير العزب، إنشاء مشاريع تطويرية، هذا يحتاج إلى قدرات كهربائية إضافية. هذا اللي بنتكلم فيه الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد. أما الخطة الطارئة طبعا عندنا التصور إنه الحل في 3 مراحل، في 3 خطوط متوازية، قد لا يتسع الحديث الآن عنها بالتفصيل، ولكن من ضمنها راح يكون زيادة القدرة الكهربائية بالخطوط بإضافة خط جديد، ترشيد الاستهلاك، استخدام الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الشمسية. فعندنا رؤية قصيرة الأمد ورؤية طويلة الأمد. نعم أستاذ. نعم. تحدثت أو وعدتم بحل مشكلة الكهرباء في مدينة طول كرم خلال رؤية قصيرة وأخرى. صحيح. رؤية طويلة، حدثنا عن ما حققتوه ضمن هذا الملف. أنا أستطيع أن أقول خلال 5 شهور الماضية، وعن أبرز ما واجهتموه، وهل هناك مؤشرات واقعية لحل هذه الأزمة على أرض الواقع؟ أنا أستطيع أن أقول بأنه هذا الملف تم معالجته بنجاعة تامة، أنا مسؤول عن هذا الكلام، بنجاعة تامة خلال 5 شهور الماضية. أولا في النقاط أنا ذكرت أنه هناك 3 محاور سنعمل عليها. المحور الأول زيادة القدرة الكهربائية بالربط الآن بخط سرة. إحنا الآن في المراحل النهائية، طبعا الحمد لله تم توريد محولات 2، هذا تأخر وصولهم من الصين بسبب إجراءات الكورونا ومشاكل الشحن، لكن وصلت والآن يتم تركيبها. كنا في اجتماع قبل 3 أيام مع سلطة الطاقة، لأن إحنا في خطوات عملية، نتكلم عن فترة زمنية قصيرة جدا للربط مع محطة سرة، هذا سيعطي مدينة طول كرم قدرة إضافية تكفيها لعدة سنوات. هاي من ناحية. موضوع ترشيد الاستهلاك، نعم كان هناك حملات توعية بالتعاون مع المؤسسات في ترشيد الاستهلاك. موضوع كان مهم جدا اللي هو أكيد أي مواطن في طول كرم يتكلم بموضوعية، إنه رغم إنه خلال سنة زاد عدد الاشتراكات أكثر من 1000 اشتراك، 1000 اشتراك يعني يتطلب قدرة إضافية، لأنه طول كرم لم تعاني بهذا الصيف كما كانت تعاني بالسنوات الماضية. ولكن هل كان هناك انقطاعات للتيار الكهربائي؟ الانقطاعات أنا بحكي على الهواء مباشرة، مسؤول عن هذا الكلام، إنه الانقطاعات كانت بسبب تخفيض القدرة من الجانب الإسرائيلي. يعني إحنا عندنا خطين رئيسيين، كل واحد مفروض يكون 430 أمبير، كان دائرة الكهرباء يتفاجئوا إنه على 405 قطعت الكهرباء. السبب إنه الجانب الآخر الشركة القطرية خفض القدرة فقط، ليس غير ذلك. كان هناك حسن إدارة، أنا بشكر فعلا كل مرة بشكر دائرة الكهرباء، لأني عشت معهم كيف بيديروا الأمور بإعادة توزيع الأحمال بحيث لا يكون هناك انقطاع. تم توريد 4 مولدات جديدة، 4 مولدات من سلطة الطاقة دعمت نقص القدرة. الطاقة الشمسية الحقيقة وصلنا إلى الحد الأقصى الممكن، إحنا الآن من 35 ميجا اللي موجودة في طول كرم عندنا حوالي 13 ميجا. نعم. اللي تقريبا الثلث. سلطة الطاقة أعطونا ضوء أحمر إنه أصلا في تعليمات إنه ما يكون أكثر من 25% من القدرة هي من الطاقة الشمسية، لأن هذا يحدث إشكاليات.
يحدث إشكاليات، وبالتالي طبعا فنيا أنا أتكلم فنيا. نعم، نحن على أبواب الشتاء الآن، والشتاء كما تعلم يعني يزيد الضغط على التيار الكهربائي باستخدام التدفئة وغير ذلك. هل سيكون هناك مشكلة الكهرباء مستمرة بإذن الله تعالى؟ بإذن الله بعد الربط مع محطة صرة لن يكون هناك مشكلة بالصيف بإذن الله. لن يكون هناك انقطاعات. دعني أقول شيء مهم جدا، يعني احنا يجب ان ندرك دائما انه هناك امور خارج عن ارادتنا. نعم. يعني حصل ثلاث مرات خلل فني لدى الشركه القطريه خلف الجدار. قولوا لي يعني ماذا يمكن ان نعمل؟ طواقمنا الفنيه انا بعد 10 دقائق بيكونوا على بوابه الجدار، ما بيستطيعوا يدخلوا لانه الخط هذا الفنيين الشركه القطريه هم اللي بيعمل. هل نستطيع، هذا هو السؤال، هل نستطيع منع أي خلل فني يمكن أن يحصل إما على جانبنا أو على الجانب الآخر؟ هل نستطيع لو كان عندنا كل القدرة الكاملة؟ يعني باريس قطعت فيها الكهرباء، اسطنبول قطعت فيها الكهرباء، منطقة الآن يعني خلال الفترة مبارح كان في قطع في منطقة الشعراوية لأسباب فنية. أنا أقول هناك فرق بين قطع بسبب نقص القدرة الكهربائية أو قطع بسبب خلل فني. أستاذ، هناك شكاوى من بعض المواطنين تتعلق بعدم إعلان جدول مفهوم قطع كهرباء. كلام جميل. إحنا نعلن حقيقة عن القطع عندما يحصل قطع، يتم الإعلان على صفحة البلدية بأن هناك قطع. إذا كان القطع هذا من جانبنا في شبكة بلدية طول كرم، يتم الإعلان عن طبيعة هذا الخلل اللي حصل، الخلل الفني، وكم المدة التي يمكن أن يستغرقها إصلاح هذا الخلل. قبل كم من القطع بتم الإعلان عنه؟ نعم، قبل كم مدة بتم مباشرة عنه؟ يعني أنا بعد خلال دقائق، يعني حقيقة تواصل كبير جدا مع الدوائر كلها، خلال دقائق أقل من 5 دقائق أنا بيوصلني المعلومات، يتم إبلاغ مدير الصفحة بأنه ينزل إعلان عن أنه حصل هناك خلل إما عند الجانب الآخر، الجانب الإسرائيلي، أو في جانبنا إحنا. إذا كان في جانبنا يتم الإعلان عن طبيعة هذا الخلل، أحياناً بنحرق مفتاح فيوز. يعني إذا كان في قطع قبل، يعني قبل بيوم بتم تبليغ الناس، يعني قطع مثلاً غداً في مناطق، إذا في قطع مبرمج وكذا. صحيح، يعني اليوم على صفحة بلدية طول كرم في إعلان عن قطع مبرمج لساعات محددة، ساعتين بيكون لعمل أحيانا بنضطر نركب محولات، نركب أعمدة، نغير في الشبكة. فنعم يتم الإعلان، وبإمكانكم تطلعوا على صفحة البلدية تشوفوا أنه في إعلان عن منطقة محددة في ضاحية شويكي. يعني كلامك بيعني أن أنتم في صدد التغلب على مشكلة الكهرباء؟ أنا بأكد أنه هذا الملف، حقيقة ملف الكهرباء، تم إنجازه بكل جدارة خلال هذه الفترة. طب نعود كما ذكرت سابقا، فإن هناك بعض المناطق اللي أنتم بتمدوا لها كهرباء ومياه حتى إنكم تثبتوها أو صحيح. في مكان سكنها. هذا كلام، حدثنا عن هذا الدور الوطني للمياه. نعم، أشكرك على هذا السؤال. يعني عندنا المنطقة اللي ذكرتها أنا، منطقة شرق ذناب ضاحية الرشيد، يعاني من ضعف كبير في الكهرباء بسبب الشبكة. حقيقة أنا كان في لقاء مع معالي وزير الحكم المحلي، وهو أخ وصديق يعني، وطلبت منه يعني انه في قدمنا احنا مجموعه مشاريع للدعم. قال لي الان الوضع لا يسمح، بس اعطيني مشروع واحد فقط طارئ. قدمت له، قلت له في مشروع طارئ هو تقويه الكهرباء في شرق ذنابي، وقيمه المشروع ما بدي اعلن لانه راح يكون في عطاء. هلا هذا بلاش نسرب قيمه المشروع، في عطاء له. ما ماهيه هذا المشروع؟ مشروع تمديد تقويه الشبكه، يعني راح يكون في محولات، ابراج، وخطوط اضافيه. نعم، للتغلب على هذه المشكلة. هل هناك مناطق غير المنطقة اللي ذكرتها تعاني من مشكلة الكهرباء؟ لا، هي مناطق اللي مهددة في المصادرة، في الاستيطان. لا، هي المنطقة الوحيدة هاي. نعم، اللي هي شرق طول كرم. أما الآن دكتور، ننتقل وياك لمناقشة قضايا مشكلة شوارع المدينة والأزمات المرورية والتعديات الموجودة في الأملاك العامة في البلدة. نبدأ هذه المحور في الحديث عن المدخل الجنوبي لشارع فرعون، من الشوارع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وعليه الكثير من التعديات. ماذا أنجزتم خلال فترة الخمس شهور من العمل على صعيد هذا المدخل؟ جميل. نعم، هذا المدخل هو مدخل مهم جدا لمدينة طول كرم، هو المدخل الجنوبي. طبعا نتحدث عن منطقة هي خارج حدود بلدية طول كرم، خارج حدود البلدية، ولكن احنا أخذنا على عاتقنا وبالتعاون مع وزارة الأشغال أن نتعاون سويا على إنجاز هذا المشروع. المشروع هو طوله 700 متر، في دوار الآن حاليا يتم تنفيذه،
من خلال مشروع لبلدية طول كرم، ولكن نحن نتكلم عن 700 متر. البلدية قامت بإعداد المخططات الهندسية كاملة وتم اعتمادها من وزارة الأشغال. البلدية تعهدت بأعمال تمديدات الصرف الصحي ومياه الأمطار، وتم طرحها الآن على مقاول للتنفيذ، والآن الموضوع لدى وزارة الأشغال لطرح العطاء. عطاء المشروع هذا بعرض الشارع بأكمله، تو سايدز راح يكون مع جزيرة مع إنارة، مدخل مرتب جدا. الموضوع الآن لدى وزارة الأشغال لطرح العطاء. والتعديات كيف تراقبون أمور التعديات في تلك المنطقة؟ في تلك المنطقة التعديات بسيطة جدا الحقيقة، حسب المخطط اللي تم إعداده التعديات سيتم إزالتها طبعا قطعا، يعني لأن الشارع سيكون بعرضه الكامل. بالنسبة للمشروع الذي بانتظار العطاء تبعه، متى سيكون موجود على أرض الواقع وسيتم؟ نأمل أن يكون قريبا. نأمل أن يكون قريبا. هذا الموضوع مش عندي، لأنه بصراحة يعني أنا أستطيع أن ألتزم بالشيء اللي بإيدنا، لكن هذا الموضوع الآن لدى وزارة الأشغال. والحقيقة للتأكيد أن وزارة الأشغال أبدت اهتمام كبير جدا بهذا الأمر، يعني هم على تواصل دائم معنا. متى كان آخر تواصل معكم في هذا الخصوص؟ قبل يومين. شو كان التواصل؟ إنه الموضوع قيد الإعداد لطرحه كعطاء. يعني هذا يعني إنه في تعاون ما بين المؤسسات فيما بينكم أو الوزارات؟ بالتأكيد بالتأكيد نعم. يعني الموضوع سهل. أنا أشكر كل الطواقم الحقيقة، طواقم بلدية طول كرم اللي قامت بإعداد المخطط الهندسي، طواقم وزارة الأشغال اللي هم على مهندسين ومدراء الدائرة، نتغير المدير الحقيقة غير وصف المدير السابق والمدير اللاحق، كلهم على تعاون تام معنا في هذا لإنجاز هذا المشروع. أستاذ، خلال الشهر الماضي قمتم بفتح شارع جديد لتخفيف الأزمة على شارع فرعون. صحيح. هل حققتم أي إنجازات خلال الفترة الماضية لحل مشكلة الأزمة المرورية في المدينة كما وعدتم في برنامجكم الانتخابي؟ نعم صحيح. أبرز هذه المشاريع؟ نعم. لحل يعني دعني هذا الموضوع الحديث فيه في ثلاث محاور. المحور الأول الأزمة المرورية. الأزمة المرورية الرؤية التي لدينا هي أول شيء فتح تنفيسات تسمى بعلم الهندسة تنفيسات، يعني الشوارع الرئيسية إذا في شوارع فرعية نوصلها مع بعض. هذه 30 متر بتمنى تسمعوا أحد المواطنين وهو بيتكلم، 30 سنة والمجالس المحلية تحاول، المجالس البلدية تحاول أن تفتح هاي 30. كان هناك اعتراض من أصحاب المنطقة هاي، لكن الحمد لله رب العالمين بحسن العلاقة بالتواصل مع أصحاب الأرض الملكية اللي هناك تم فتح هذا المقطع ليصل شارع رئيسي اللي هو شارع فرعون امتداد للمدخل اللي بنحكي عنه مع شارع آخر موازي له. لو الوقت متسع لأنه تخصصي بحكي بموضوع تخطيط طول كرم، كيفية تخطيط طول كرم. طول كرم مخططة بطريق على النظام البريطاني، النظام الإنجليزي اللي هو راديال، يعني خطوط شعاعية. فأي تنفيس، أي خطوط واصلة بين هذه الخطوط الشعاعية يخفف من أزمة المرور. عملنا على هذا الشيء. الأمر الآخر إنه كان في كراجات فرعية موجودة في داخل حوض المدينة اللي هو منطقة الأسواق، مراكز تسوق. في مراكز التسوق، في مراكز مركز التسوق الرئيسي في المدينة كان في عدة كراجات، احنا جمعناهم الآن في كراج رئيسي في منطقة الحقيقة كراج حضاري. السائقين كلهم والمواطنين يعني شكرونا على هذا الشيء، خففنا الضغط على مركز المدينة وهو قريب جدا، قريب جدا. يعني هذا الموقف الكراج يعني جمعنا عدة خطوط في هذا الكراج. كان هذا أيضا عمل آخر لتخفيف أزمة المرور في داخل المدينة. أيضا موضوع مواقف السيارات، الحقيقة المدينة تعاني من أزمة كبيرة جدا في موضوع مواقف السيارات. أخذنا قرار الآن بإنشاء مبنى قريب من البلدية، لمن يعرف طبيعة المدينة غرب منتزه مدينة طول كرم، في عندنا مساحة سيكون المبنى. هاي المخططات تم إعدادها، أنا جبتها معي حقيقة. هاي المخططات طبعا هذا اللي أوت الأولي والمخططات الأولية لمجمع مواقف سيارات من 6 طوابق، كل طابق مسطحه 600 متر مربع. هذا سيخفف الحقيقة الضغط، لأن المنطقة فيها البلدية والمنتزه وحسبة الخضار مفرغ والمستشفى. نعم. مستشفى الإسراء وما فيها مواقف سيارات. أين وصل العمل في هذا المشروع؟ هذا الموضوع الحقيقة هاي في مرحلة إعداد المخططات، تم إعداد المخططات الأولية، تواصلنا مع جهات مانحة لا أريد أن أذكرها الآن هذه الجهات، لكن في جهات مانحة وعدتنا بالتمويل، تمويل هذا المشروع. نعم. أستاذ، ماذا حققتم خلال الفترة الماضية لحل مشكلة التعديات على الشوارع والأملاك العامة؟ نعم، الحقيقة هذا الموضوع أيضا فصلنا، يعني جزأنا، قلنا لابد أن نعمل بالتدريج في هذا الموضوع، لا نريد أن نصطدم مع الناس، لأن الناس في النهاية هم أهلنا.
أصحاب البسطات، أصحاب المحلات هم أهلنا ويبحثوا عن أرزاقهم. رفعنا شعار لا نريد أن أي صاحب بسطة نشيله من مكانه، إنما بدنا نوفر له إحنا شيء حضاري، مظلة حضارية. يمكن الصورة بعرفش إذا موجودة عندكم، أنا بعت لكم صورة، عملنا مظلة نموذج، والآن إن شاء الله المشروع قيد التنفيذ، مظلات لأصحاب البسطات بحيث وضعنا لهم خط أصفر حتى لا يتجاوزوا، يعني تحديد مساحة الشوارع مفتوحة. نعم، تحديد مساحات لضبط هذه الحالة. الحالة للأسف الشديد كانت فوضى مطلقة، يعني في منتصف الشارع، يعني كثيرا ما كان يتصلوا فينا مديرية الشرطة. تحديد هاي المناطق راح يترتب عليها تكاليف مادية على الأشخاص اللي عندهم هذه البسطات ولا لا؟ في الوقت الحاضر لا، لكن حقيقة نعم سيكون هناك دفع تكاليف، لأنه احنا مخصصين له مساحة، معطينه مظلة مرتبة بشكل حضاري. نعم سيكون هناك تكاليف رمزية. ننتقل إلى محور آخر حول الموازنات والديون. أستاذ حدثنا، كم تبلغ ديون بلدية طول كرم اليوم؟ لها أم عليها؟ ديونها اللي عليها، اللي إلها؟ لا مترتبة عليها. هذا الرقم الحقيقة حتى أكون دقيق، لم يحصل أنه في شيء واضح، ما في رقم واضح، لأنه حتى بالحديث مع وزارة المالية ووزارة الحكم المحلي الرقم مش واضح، ما حصل فيه تقاص. يعني أنت المفروض يعني تكلمت البلدية أنا بتكلم كان فيها مبلغ، نعم، معين وعليها مترتب ديون. أنا بتكلم عن مبلغ مستحق، يعني حسب قول وزارة المالية ووزارة الحكم المحلي احنا بنحكي عن فوق 100 مليون شيكل. لكن بنفس الوقت تقرير سلطة المياه كانوا عندنا كما ذكرت قبل يومين، وعملوا دراسة كاملة، مديونية بلدية طول كرم على المواطنين من أثمان المياه فقط هي تتجاوز 100 مليون شيكل. طب هل تم عمل يعني أي آلية، نعم، علشان يكون في تسديد سهل؟ نعم صحيح، أخذنا قرار وصادقت وزارة الحكم المحلي على هذا القرار، يعني أخذ موافقة الحكم المحلي على تقديم تسهيلات للمواطنين، خصومات. يعني أي مبلغ مستحق على المواطنين قبل سنة 2011، تخيلوا إحنا بنرجع لقبل 11 سنة، نعم، إذا في مستحقات مالية قبل 2011 سواء أثمان مياه أو كهرباء، المواطن إذا دفع نقدي بياخذ خصم 30%. نعم. بعد 2011 إذا دفع المبلغ نقدي بياخذ خصم 20%. فقدمنا هذه التسهيلات، والحقيقة هذا عزز الإيرادات لأنه شجع الناس على أنهم يدفعوا. ماذا عن ديون الحكومة للبلدية؟ على البلدية أنا ذكرت الحكومة إلها على البلدية فوق 100 مليون شيكل، لكن بنفس الوقت البلدية لا أستطيع أني أذكر هذا الرقم، ما به، لأنه زي ما قلت ما في تقاص. إحنا في إلنا مستحقات على المالية، يعني الرقم من خلال ضريبة الدخل، ولكن أنا إذا بطلع على الفترة هاي، أنا بحكي عن سنة 2022 حسب المعطيات اللي عندنا، نعم، المعطيات اللي عندنا الموجودة، إحنا إذا بندفع 3 فواتير كهرباء نبقي فقط فاتورة كهرباء واحدة تدفعها الحكومة، مستحقاتنا بتغطي الالتزامات اللي علينا. واضح؟ يعني أنا قنعان. طيب كيف ستعملون على حل مشكلة تراكم هذه الديون للبلدية؟ ألا كما الحكومة، وكيف ستضمنون تسديدها؟ الحقيقة أنه لابد من تعزيز الإيرادات، لأنه فعلا إذا في كما قلت لغاية الآن إحنا ما بنعرف أنه مين إله أكثر، يعني الحكومة ولا البلدية. طب لماذا حتى الآن الصورة مش واضحة، مع أنه واضحة في كثير من البلديات؟ يعني مش واضحة. لا واضحة. واضحة. يعني أحيانا حدا بيستطيع يقول لك رقم، في حلقات رقم، نعم، كانت رقم معين بأرقام واضحة ودقيقة. من قبل رؤساء بلدية. طيب إحنا الحقيقة يعني ما في رقم دقيق اللي أقدر أحكيه بصراحة، لأنه ما حصل تقاص، يعني حتى مع يعني الجهات ذات العلاقة عندما بحثنا الموضوع قالوا أنه يعني هذه أرقام تقال، لكن ما بنعرف مدى دقتها، فأنا ما بدي أحكي رقم وأكون مسؤول عنه. ولكن مش، نعم، يعني كل هذه الأرقام تكون موجودة بأوراق يعني مثبتة؟ ما في، هذا اللي بدي أحكي لك إياه، ما حصل تقاص. يعني ما هل كان هناك تقصير مثلا بلدية السابقة؟ ما في أرقام مثبتة، ما حصل جلوس على الطاولة وحصل تقاص عن السنوات، احنا بنحكي تراكم السنوات. احنا الان اذا بتسالني عن سنه 2022 بقول لك احنا جاهزين ل 2022، هاي الارقام موجوده، شو إلنا وشو علينا. طب ماذا الرقم موجوده لسنه 22؟ شو الرقم لسنه 22؟ الرقم ل 2022 لغايه شهر 8
المطلوب من البلدية 24,000 شيكل. هذا لغاية من شهر 1 لشهر 8 لنهاية شهر 8. فإذا بتسألني عفوا ما الرقم؟ 24,000 شيكل مطلوب لمين؟ من 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 الحكومة على البلدية. البلدية نعم. نعم 24,000 شيكل هذا حسب الأرقام الموجودة عندنا. نعم. طبعا بناء على معطيات، يعني احنا بيوصلنا تقرير شهري من دائرة هذا الديون ما بيقش ما بيعيق عمل البلدية حضرتكم؟ لا بهذا الوضع لا لا تعيق. بهذا الوضع احنا تقريبا صفر، بتحكي 24,000 شيكل صفر تقريبا. فاحنا الان نسعى حقيقة الى زيادة الإيرادات بحيث نغطي من المديونية السابقة. يعني هذا ما ندعو له الان بصراحة، هذا وضع احنا استلمنا وضع معين في ترتيبات مالية، وكان مشكلة الكهرباء الحقيقة مرهقة للبلدية. أنا ما بدي ألوم إطلاقاً المجالس السابقة لأنه كانت تعاني من مشكلة كهرباء صعبة، كان في مديونية على المواطنين كبيرة في موضوع الكهرباء، في المياه، في الرخص المهن إلى آخر ذلك. فمعلش الأرقام، دعنا نتحدث عن أرقام 2022. أنا حاضر تحدث. نعم نعم. كيف تكيمون العلاقة مع الحكومة وهل تدعم البلدية بشكل المطلوب، وأين هنالك نقاط تقصير من قبل الحكومة؟ يعني لغاية الآن الحقيقة إحنا أكثر علاقة هي مع وزارة الحكم المحلي ومع صندوق تطوير أقراض البلديات. العلاقة تسير بشكل جيد جدا حقيقة. عندنا مشاريع الآن ممولة من صندوق تطوير أقراض البلديات تسير قدما، ما في أي إشكاليات فيها. العلاقة مع وزارة الحكم المحلي علاقة جيدة، كما ذكرت انه احنا مجرد انه طلبنا شيء طارئ المنطقه كان تجاوب من معالي الوزير. احنا لا شك انه برضو ندرك الوضع العام الصعب للحكومه ماليا، يعني لا نستطيع ان نرهق الحكومه بطلبات وكذا، لانه الوضع المشروع شارع فرعون هذا هو بتمويل من وزاره الاشغال. عندنا مشروع ايضا نسيت اذكره والحقيقه، قصر الثقافه. مجلس الوزراء خصص مبلغ للآن صيانة هذا المبنى، يعني لتأهيله للمرحلة القادمة. مشروع قصر الثقافة هذا مشروع مهم في طول كرم. فالعلاقة جيدة بشكل عام. نعم. ما دمنا نتحدث عن الأمور المالية، كم تبلغ موازنة البلدية اليوم؟ الموازنة 130 مليون شيكل سنوي. على ماذا تصرف؟ على ماذا تصرف؟ تصرف بشكل عام عندنا احسب يعني الرواتب حوالي 2.25 مليون شيكل شهريا. في عندنا كثير من المستهلكات، صيانه، طرق مثلا، قمنا بعمل مجموعه من الطرق الحقيقه حتى خلال هذه الفتره، شيء منها من موازنه البلديه، شبكات كهرباء، محولات، خطوط صرف صحي، خطوط مياه، كل هذا يعني. بس بشكل عام يعني احنا نسعى كما قلت الى مره ثانيه الاستثمار الامثل. هذا كنت اتمنى تسالوني عنه، شو عملتنا في موضوع الاستثمار الامثل في الموارد الماليه والبشريه. هو لضيق الوقت يعني في أسئلة. الموارد البشرية الآن إحنا نسعى الحقيقة إلى إنه أي ما لم نعين لغاية خلال 5 شهور لم يتعين موظف واحد. لماذا؟ لأنه إحنا نشعر إنه العدد الموجود هو كافي. نحن نريد أن نستثمر في العدد الموجود حتى لا نرهق موازنة البلدية بالرواتب. فقط أعلننا إذا في شيء ضروري جدا، يعني أول أمس إحنا أعلننا عن الحاجة إلى مساح. نعم. لأن في عندنا مساح متقاعد من سنتين ويتم تجديد إله، لأنه في حاجة ماسة له المساح، لا نستطيع أنه نجيب موظف عادي ونقول له اشتغل مساح فقط. طب قبل الانتقال للمحور الأخير، بس في هنا سؤال، ما هي المشاريع التي تشكل دخل لبلدية طول كرم؟ شو في مشاريع في المدينة؟ نعم. هذا السؤال دخل. أنا قلت الاستثمار في الموارد المادية والبشرية. البشرية قلنا ذكرت يعني إحنا إن شاء الله تعالى في كفاءات، في قدرات سنستثمر فيها، ومش رحينا نعين إلا ننتقل للمالية. الموارد المادية هناك مواقع عديدة. يعني إحنا أعلننا في مبنى للبلدية كان طابق واحد مستأجر لشركة جوال، تم بناء الآن فوقه 4 طوابق، أعلننا عنه قبل فترة بالمزاد، الإيجار لهذه الطوابق بالمزاد. كان فتح يعني إيجارات المنشآت، إيجارات مستحقة، هذه من يعني من الإيرادات الجيدة للبلدية. عندنا مشروع المنتزه أعلننا عنه للضمان كمان،
أيضا ممكن يشكل دخل. يعني في موارد للبلدية بحاجة إلى تعزيز. طب ننتقل للمحور الأخير في هذه الحلقة، حدثنا ما هي أبرز الوعودات التي فشلتم في تحقيقها، خاصة أن فترة الخمسة شهور هي تعتبر فترة كافية يعني لتحقيق بعض المشاريع، ما هي النقاط اللي كان في فشل فيها من خلال البلدية؟ للأمانة أولا أقول أنه خمس شهور غير كافي على الإطلاق، أنا أقول خمس شهور غير كافية، يعني فترة تعتبر أنه تم فيها إنجاز الكثير من المشاريع. خمس شهور في ظل أزمة كهرباء خانقة، في ظل أزمة مالية، الحقيقة يصعب تحقيق إنجازات. ورغم ذلك أنا أقول إنه حققنا إنجازات في موضوع الطرق، شفتوا أكثر من مشروع. طب خلينا نركز على نقاط الفشل أكثر. شويكي في نقاط الفشل، أنا لا أرى هاي الوعودات أمامكم، أنتوا اذكروا لي، أنا لا أرى أي فشل في شيء نحن وعدنا به ولم يتحقق. الشيء الوحيد فعلا اللي وعدنا فيه موضوع المجلس الاستشاري، وأنا بررت السبب، إحنا سنستعيد عنه حاليا بلجان استشارية وبدأنا بذلك، موجود عنا، يعني تحبوا أذكر الأسماء بذكر أسماء، بس موجود على أرض الواقع، موجود لجان استشارية. هذا الشيء الوحيد الذي لم نحققه في دعايتنا الانتخابية، تشكيل المجلس الاستشاري. يعني هذا يعني خلاف ذلك كل ما تم ذكره في الدعاية، موضوع الكهرباء الانتخابية. موضوع الكهرباء إحنا أنجزنا بجدارة حقيقة. الموضوع المالي، استثمار كما ذكرت الموارد البشرية والمادية، استثمرنا بشكل جيد، لا يدع المجال للتفصيل أكثر. يعني موضوع حل الأزمة المرورية، ومواقف السيارات، إحنا ماشيين بخطوات، عملنا مواقف السيارات هذه الجديدة الكراج، الآن هذا المشروع إن شاء الله على قيد سنبدأ فيه. فلا أرى يعني حقيقة شيء فشلنا فيه لغاية الآن. يعني الأستاذ، يعني نتحدث مثلاً عن مصطلح فشل، نتحدث عن مصطلح مثلاً تعثر، هل حالياً طول كرم تعتبر مثلاً مدينة لا يوجد فيها تعديات على الطرق، لا يوجد فيها أزمة مرورية، لا يوجد فيها أزمة مياه، لا يوجد فيها أزمة كهرباء، أليس هذه الوعود التي ذكرتموها؟ صحيح، نعم هذه النقاط. لكن معلش، ما هو أنت هل تعتبر أن حققت 100% يعني فيها من المشاكل، حل مشكلياتها؟ في موضوع الكهرباء أستطيع القول إنه إحنا أنجزنا ما وعدنا به، أنجزنا 100%. يعني طبعا كما قلت لا يمكن إنه أن ينتهي القطع، لأنه ممكن يكون لأسباب فنية. موضوع المياه حقيقة أنجزنا، لا أعتبر أن هناك مشكلة، عندنا كمية كافية الآن في إدارة للشبكات، أنجزنا. موضوع التعديات أستطيع القول إنه أنجزنا 60% منه، موضوع التعديات على الأقل في شوارع رئيسية، البسطات كانت في منتصف الشارع تعديناها، أصبحت الشوارع مفتوحة، قدمنا شيء حضاري، ما أجبرنا ولا صاحب بسطة أن يعني يرحل من مكانه. فأستطيع القول إنه أنجزنا 60%. إذا بنحكي عن خمسة أشهر أنجزنا هذا، بده تدرج حقيقة، بدنا تدرج. موضوع النظافة أنا بقول لك الأداء حقيقة جيد وليس ممتاز النظافة، لأنه نحن نعاني من نقص في الكوادر، في العمال، عمال وطن، نحن نسميهم عمال وطن، نعم، عمال النظافة، ونعاني في نقص الآليات. طب تحدث الآن في نقطة سابقة، أنه البلدية ما وظفت لأنه ما في نقص، صحيح. كيف تعود التحدث عن وجود نقص في في نقص في الكوادر؟ معلش هناك فرق، أنا قلت في بالمجمل، يعني تأخذنيش يعني مهندس بقدر أشغله عامل وطن، يعني عامل نظافة، كل شخص له اختصاص، صحيح. إحنا النقص وين؟ النقص الحاصل في عمال وطن، عمال النظافة حقيقة. الآن إن شاء الله سنقوم بتعيين 10 مكان 10. يعني إذا بتطلع، يعني إحنا نستعرض يوميا 10 مكان 10 في 10 يعني حيتم، ما بيداوموا يعني انت في نقص يوميا يصل لي تقرير. لماذا لا عدل ما بيعملوا؟ للاسف يعني انت هذا العنوان مفروض يكون عندكم، الثقافه اللي موجوده في مجتمعنا، قرب مدينه طول كرم من داخل الخط الاخضر، يعني انت لما العامل بيدخل الى داخل الخط، يعني هذول يعمل، يعني هم المفروض انهم على راس عملهم بيغيب، بياخذوا رواتب مهمه، ما بيشتغلوا، لا طبعا هو بياخذ، يخصم عليه طبعا اذا ما، يعني يوميا من 10 الى 15 عامل ما بيجوا على الدوام كعمال. لا تعتبر هذه نقطه عدم نجاح او فشل البلديه، عدم وجود عاملين نظافه فيها، ليس اداره؟ لا هذا مبرر احنا بالتالي يعني بنعالجها، يعني سيتم المعالجه، بس هي ليست نقطه فشل.
يعني ليست نقطة فشل، إحنا سنعالج هذا الأمر إن شاء الله تعالى، خصوصا في موضوع النظافة، أن هناك شكاوى كثيرة على موضوع النظافة في مدينة طول الكرم، خصوصا في موضوع الحاويات وتنظيف حول أيضا. أوكي، أنا أتمنى أنتم كتلفزيون وطن أو أي تلفزيون من المحطات المحلية يعمل ريبورتاج تقرير عن واقع المدينة في النظافة. حصل مشكلتين حقيقة عانت منهم، يعني أنتم برام الله ما عانيتوش الأسبوع اللي فات، نابلس لم تعاني من مشكلة الحاويات، يعني هو بسبب مكب زهرة الفنجان، يعني البلدية اللي عندها مشكلة لا 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 حصل شيء خارج مشاكلي، حصل شيء خارج عن العادي، خارج خارق. انتوا انا ببعت لكم الصور، شفتوا حريق زهرة الفنجان اللي حصل؟ كان كارثي، كان كارثي، عانت منه كل المحافظات. اقل محافظة عانت هذه المرة الاسبوع الماضي هي محافظة طول كرم، لانه الحمد لله أدرنا الأزمة بطريقة يعني لم يشعر بها المواطنين. ف يعني باختصار موضوع النظافة، أنا أقول إنه أنا شخصيا راضي عنه بنسبة 70%. السبب عنا طلبنا الآن، ما اللي بتقول لي في نقص في المعدات، طلبنا الآن شراء معدات بالشراء المباشر، والآن ننتظر موافقة الحكم المحلي على الشراء المباشر لمعدات، لأنه للحاجة إلى السرعة في إنجاز هذا الملف. تمام، طب ما هي أبرز التحديات التي تواجهونها وتحول دون تطبيق برنامجكم الانتخابي الذي قمتم بتقديمه؟ الوضع المالي فقط؟ فقط فقط الوضع المالي. وأنا من هنا حقيقة بناشد، وأنا بدنا دعوات، بدنا تثقيف للناس. أنت لما بتقول إنه مديونية المياه في مدينة طول كرم تتجاوز 100 مليون شيكل، يعني البلدية لها على المواطنين أثمان مياه فوق 100 مليون شيكل. طب لماذا لا يتم التعاون مع القطاع الخاص أو أصحاب مشاريع خاصة؟ أعطوني فكرة، هل نستطيع قطع المياه عن أي بيت؟ يعني مواطن عليه مبلغ؟ بالتأكيد لا، بس لكن هناك مشاريع يعني باستطاعة البلدية أن تقوم بالتعاون مع القطاع الخاص أو بناء بماذا؟ كيف يمكن غير يعني مناشدة المواطنين، مناشدتهم، تقديم تسهيلات للدفع في مشاريع ممكن يكون فيها تعاون مع أصحاب مؤسسات. أنا بحكي عن المديونية، معلش إحنا بدنا نعزز هذا اللي بنسعى إله الآن، هذا اللي بنسعى إله هو تعزيز موارد البلدية باتجاه آخر لتعويض النقص اللي ناتج عن المديونية العالية. لكن أنا بناشد المواطنين الحقيقة، وإن شاء الله الكل مفروض يكون عنده حس بالمسؤولية، مثل ما بدهم الناس من البلدية أن تقدم خدمات، خدمات مكلفة. إحنا بنحكي كهرباء ومياه وطرق ونظافة. طيب تعرفوا كم إحنا البيت بيدفع مقابل رسوم نفايات عندنا في طول كرم؟ 15 شيكل في الشهر، يعني نص شيكل في اليوم. نص شيكل في اليوم، هل النص شيكل في اليوم هاي بتغطي تكاليف أعمال النظافة من معدات ومن آليات ومن عمال؟ فإحنا نناشد المواطنين الحقيقة إنه كما لهم حقوق على البلدية عليهم واجبات. في نهاية هذه الحلقة نقول أن العمل الأساس للهيئة المحلية هو توفر الخدمات الأساسية للمواطنين، وأهمها البنية التحتية. واقع الخدمات اليوم يؤكد أن هناك تقصير كبير من قبل الكثير من الهيئات المحلية بحق المواطنين، ومن هنا يأتي دورنا كأعلام لمساءلة هذه الهيئات حول عملها وأهدائها بهدف التطوير المستقبلي. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الشباب يسائل. مشاركة الشباب في مساءلة الهيئات المحلية يساهم في ضمان تقديم الخدمات من قبل الهيئات لجميع المواطنين بعدالة ونزاهة وجودة عالية.